قانون الانتخابات التفاهم لا. يبدأ النور هذه الزاوية بالقول: أحدث تمرير قانون الانتخابات في البرلمان بالأغلبية وانسحاب بعض ممثلي قوى الحوار الوطني من جلسة البرلمان ضبابا سياسيا وبعث برسائل في اتجاهات عدة، ما سيلقي بظلاله على مستقبل العلاقة بين قوى الحوار ومشروع التعديلات الدستورية المرتقبة في حال لم يتم تفاهم بين الشركاء. ويضيف الكاتب: قانون الانتخابات رافقه جدل منذ صياغته وإعداده من طرف واحد بعيد عن شركاء الحوار، ما عزز انعدام الثقة وأثار الشكوك وساهم في حالة الاستقطاب بين قوى الحوار الوطني. ويؤكد الكاتب: ما جرى في البرلمان بلا شك ستكون له تداعيات على الشراكة بين قوى الحوار، لأنه أحدث شرخا في صفوفها ومحاولة البعض التقليل من المنسحبين، فالأمر لا يقاس بعددهم وإنما بمواقف القوى السياسية والرسالة التي تبعث بها خطوة الانسحاب داخليا وخارجيا. وينوه الكاتب بأن المؤتمر الوطني يدافع عن موقفه بأنه قدم تنازلات في كثير من مواد القانون، ولكنه عد تحديد فترة الاقتراع بثلاثة أيام خطا أحمر ويتعلق بتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وما لا يريد الإفصاح عنه وخشيته من تدني نسبة التصويت أن ذلك مرتبط بالمشروعية السياسية. ويذهب الكاتب في هذا العمود إلى أن قانون الانتخابات بالطريقة التي مرر بها عبر البرلمان سيزيد من الشقة بين المؤتمر الوطني وبعض شركائه في الحوار، ويعزز من انعدام الثقة والشكوك المتبادلة. ويختم النور هذه الزاوية بالقول: ما شهدته قبة البرلمان نهاية الأسبوع الماضي تمرين ديمقراطي ينبغي أن يكون حافزا لمزيد من الحوار والتفاهم حول مطلوبات المرحلة المقبلة، لا استثماره نحو التهييج والاستقطاب والانقسام السياسي.